عودي معكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا لليلة مع لاعبي البنك الأبطال يلي فازوا بالبطولة للسنة. خلينا سوا نروح لحتى نشوف مشاهد من المباراة الخامسة هايلايتس ونعلق عليها سوا بالستوديو. مباراة كنت غايب عنها جوني. بداية يعني قبل ما نعلق على المباراة، شعورك يعني كلاعب صار له كل الموسم مع الفريق وبيلعب كل المباراة وعم يتعب، ونعرف يعني أنت لاعب ديناميكا على أرض الملعب، كونك غايب عن هيدا المباراة يعني كانت ثقيلة لألك أنه ما تكون عم تشارك مع الفريق على أرض الملعب؟ أكيد شيء طبيعي، يعني كنت بتمنى أكون موجود على أرض الملعب لشارك التعب والفرحة وكل هالشيء، بس صدقين إذا كان في كاميرا كان ضرب علي امبارح يمكن ركضت قدنا مرتين أكثر من الجيم. إيه صراحة يعني عشوائي، كان الحكم هيعطيني بطاقة حمراء أنا تعب أكثر من الجيم. طيب مشاهد إذن من مباراة بانك أوف إيروت وصداقة جيم نمبر 5 بالفينال بنشوفهم سوا. كابتن حسن كمان منعلق على المباراة. المباراة كانت عم تلعب على ملعب عاشور كومبلكس، الملعب المعتمد من قبل فريق الصداقة. الحكام الدولية كابتن محمد الشامي اللي رح يكون ضيفنا عبر الهاتف في القسم الثالث، وأيضا خليل بلهوان حكم تاني، منقلهم يعطيهم العافية. هون يعني طارق طبوش كان عم ببلش على حراسة المرمى ويلي للأسف انصاب وما قدر يتابع وفات دخل مكانه الحارس سركيس سكيلجيون. يعني هون كان متوقع من كوتش حسين انه يعتمد على طارق كونه لعب مباراة كبيرة، مباراة كبيرة جيم فور. مصبوط. نعم. شفنا كابتن حسن انه يعني بظل هالحضور الجماهيري كتير كبير، الفريقين كانوا اثنيناتهم عم يلعبوا بشكل امن، مظبوط، ما عم بخاطره هجمه بهجمه كانت. نعم. المباراه اكبر دليل هو السكور 1-1. صح. يعني هون كنتوا خفانين من بعضكم، كنتوا عتلانين مباراه هجمات المرتده. يعني مباراه مثل هاي مباراه كتير حساسه، يعني الفريق اللي بسجل الهدف الاول بده يلعب ورا، صعب تسجل دغري تحط جول، فبتلعب أنت على الأمان. نعم، هون يعني يمكن الهجمات المرتدة بتكون عادة كتير مضرة للفريق اللي عم يلعب، يمكن روتيشن أكتر، عم بخاطر بالطابة أكتر. هون كوتش ديجان يعني معك جوني على على الواتساب كتو شراج له امبارح. هون كمان ضياف تألق كتير كبير لحارس المرمى أشطة، رح نحكي معه بعد شوي. يعني شوطين المباراة هجمة بهجمة، المباراة كانت يمكن البعض كان عم يقول على المباراة، يعني الفريقين خايفين على مرمى هنا، عرفت كيف؟ نعم. هون الهدف الأول افتتاح التسجيل لكريم أبو زيد، وهون بظل الجماهير اللي كتير كبيرة، نجم منتخب لبنان وفريق الصداقة كريم أبو زيد عم يفتتح التسجيل 1-0 لفريق الصداقة. هون كنتوا بلشتوا تفقدوا يمكن بعض الأمل أو حظوظكم خفت ولا لا؟ نحن بالتحضيرات لولا آخر ثانية بدنا نضل عم نلعب، ما في نفقد الأمل. هالمباراة تعب 8 شهور بدنا نزدتهم بها المباراة. نعم. هال 40 دقيقة أنا بتزيد شغلي أنه عطول يعني كل مرة بس ناكل نحن الجول عطول بس يفوت فينا أول هدف نرجع نلعب أحسن بس يفوت. صحيح. كل مرة هيك. هون كنا شفنا كمان حارس مرمى الصداقة سيركيس إسكيجون تعرض لإصابة، إنما رجع تابع المباراة. كمان هون فرصة وخطأ، يمكن التحكيم يعني ما إجا أبدا شكاوى من الفريقين، كان تحكيم يعني على مستوى عالي إلا ما حدا يغلط، يعني الحكم مش بس إنه بالنسبة لغير منطوشة إيه كان منيح تحكيم امبارح. نعم. على كل حال كمان أنا إجمالا بوجود كابتن محمد الشامي هون الهدف التعادل لسنايبر مصطفى سرحان يلي قليل تغيب عن التهديف وبيكون عادة منقذ لفريق البنك. مصطفى لاعب رقم 7 عم بيسجل هدف التعادل 1-1. بعض المشاهدين ويعني الحاضرين كانوا عم بيقولوا عم يوصفوا المباراة انه بعض شيء ممل الا لبعض الفترات، يمكن هون شوطة كمان من حسن تسديداته اليسرى القوية. المباراة كانت شبه مملة ببعض الأوقات لأنه الفريقين كانوا خيفانين من بعضهم وما عم في حذر، مباراة فيها حذر كتير. نعم. هون كريم أبو زيد كان عم يتألق على يمين الملعب وهيدا انتهاء هون بعض المباراة. كمان ساكو عم ينقذ
المرمى. لا بالمبدا الحارسين كانوا جيدين اكيد افضليه اكثر لقشطة. هون خطا يمكن نتذكر هذه اللقطه ما كانت كثير تعتبر خطا. على كل حال فريكك شفنا اربع تسديدات حره من نفس الميله لبنك اوف بيروت. شو السر من هالمطك؟ هل نقطه القوه على هيك الظاهر؟ هيك الظاهر هون ضياع فرصه من علي الحمصي. كمان لا هي اللعبه لا قصدي انه طول من هالميله ميلة اليمين الملعب. نعم كمان هون هجمة خطيرة جدا وضيع فرصة وهدف محقق يمكن. كامل ياس عم يرفع الطابة ما بتوصل لتاني ميل يعني يمكن هيدا الهدف شفتهم فتحت اللعبة يعني آخر اللحظات يعني هيدا الدقيقة. لاحظوا هون هجمة بهجمة وكمان مرتدة. رح نشوف كمان يعني سيناريو كتير قوي ليكو الطابة كامل ياس هون. نعم حسن حمود عم بشيلها عن المرمى يعني كابتن كنت موجود وحاضر بهيدي المباراة. يعني شفنا سيناريو دراماتيكي اخر ثواني وهون الوقت الاضافي نعم. يمكن العامل البدني كمان اثر برايك جوني؟ يعني لاعبي البنك كانوا حاضرين اكثر، كان في روتيشن لعيبه اكثر يعني البنش حاضر صح أكثر. يمكن لان احسن شوي لانه احنا كان فرص لعيبه اكثر بالتبديل اكثر منهم هن. يمكن هذا شوي الفرق نعم، خصوصا كمان مع غياب مروان زورا حسن زيتون. نعم طبعا حسن زيتون الموقوف هون. كمان المنصه الرسميه مع وجود العديد من الفعاليات وايضا مدرب منتخب لبنان باكو أراوخو كمان هون اشطى المنقذ يعني اشطى كان عم يلعب بالمبدا. الفينال كله سوا كان جيد جدا لاشطى يمكن باستثناء مباراه واحده. يعني ما بعرف هون مباراه شفت الهجمات كمان ضيع فرص يمكن الفرص اجت بالاخر بالوقت الحاسم صار الفريقين عم يتشجعوا اكثر انه ياخذوا كانت عم تفتح اللعبه اكثر يمكن هون كمان العامل البدني بيلعب دوره بما انه الفريق بيكون تعبان ببطل يقدر يدافع بالشكل اللازم. بس كريدت عن جد للفريقين دفاعات مميزه جدا. يمكن هيدي السنه الاولى يلي فينا نشوف مباراه فوتسال على مستوى عالي من هالدفاع. عاده بنشوف مباريات فينال بتنتهي بنتائج كتير كبيره يمكن 7-6 هي النتيجه بتدل على قوه الدفاع للفريقين. نعم خلينا نرجع نتذكر أهداف المباراة الهدفين يلي دخلوا إن كان من عند كريم أبو زيد من الصداقة وأيضا سنايبر مصطفى سرحان هدف التعادل من بنك أوف بيروت ومن علي عليهم سوا أيضا. إذن أهداف المباراة الهدف الأول هون يمكن كان في لمسة يد الحكم احتسبها يعني ما هو حق ما يحتسبها بما أنه يعني غير متعمدة والمسافة كتير قريبة. كريم أبو زيد عم يسجل الهدف. إذن يعني كريم كان غايب عن الفينال ما كان كريم يلي تعودنا عليه. صحيح سرق هدف إنما ما شفناه بالأول اعتيادية يمكن من الإصابة بإجره يمكن أكيد ما بخلي يكون جاهز 100% طبعا. وكمان مروان زورا هداف البطولة كمان كان مصاب وبالتالي خطورة الصداقة الهجومية كانت أخف. هون هدف الكاونتر أتاك من يعني بنك بيروت عن جد يعني كتير قوية بالهجمات المرتدة ويمكن لعبتوا على هذا العنصر بأكثر من مباراة وقدرتوا أنه تستفيدوا لأن عم بتكون الهجمة منظمة. صحيح الكاونتر أتاك دائما عم بيطلع وسريعة منظمة جدا وهون يعني سريع. دودو اختار التمريرة على الشوت دودو والسيسي قطش طابة وطلع بسرعة. صحيح منظمة كلها كونتر اتاك منظمة. جوني خليني أسألك عن دودو يعني كونه لاعب أجنبي يمكن ببعض الفترات من البطولة شفنا أدائه عادي جدا إنما بالأوقات الحاسمة والمباريات المهمة كان متألق ويمكن حمل الفريق على عاتقه. رأيك بدودو وأدي اللعب إلى جانبه بفيدك كلاعب؟ ما في شك يعني كل لاعب كان أجنبي أو كان محلي لو كان بفترات انه كان كتير توب بيجي اوقات انه بيهبط شوي مستواه
وحتى بالطبع هذا الشيء عميم كان يعني حتى على دودو. دودو لعيبة كتير جيد كتير ممتاز وفي كتير محلات ساعدنا وخصوصا من الأدوار النهائية يعني. نعم. بالعكس يعني وجوده بالملعب بيعطي قلق للفريق التاني وما في شك بس لعب حده بريحك ويعني بيفهم عليك وبتفهم عليه. لا بالعكس أنا كتير مبسط فيه إنه توفقنا بهيك لعيب أجنبي. نعم. يعني كمان لافت انه اللعيبه الاجانب اثنيناتهم كانوا حاضرين بالمباراه النهائيه يعني حتى بوريس سيزمر اجنبي الصداقه كمان كان حاضر عم بيدير اللعبه عم يسجل عم هو هذا شغله يعني سوري اللاعب الاجنبي انه هو يكون سند للعيبه اللبنانيه. نعم عامل اضافه ايضا. جوني قبل ما اختم معك خليني اسمع كلمه اخيره بتحب توجهها للمشاهدين ولا عائله الفوتسال. أنا أول شيء بتشكرك إلي على استضافتنا وبهدي هذا الفوز لنادي بونك بيروت من رئيسه لأصغر شخص فيه وبهدي هالبطولة على نفس المرحوم بي اللي هو كان على طول يتمنى لي أنه أربح ووصل لأعلى المراتب لأنه الوالد توفى مش من زمان. بهدي هذا الكاس جوني يعطيك العافية مبروك وأكيد يعني العوض بسلامتك وتكون نفسه بالسماء. مشاهدينا نحن رح نحضر انترفيوز اللي أجريناهم بعد انتهاء المباراة الخامسة وبعد هذا الانترفيو رح ينضم لنا حسين همداني حارس مرمى منتخب لبنان وبنك أوف بيروت ليكون معنا ضيفنا بالستوديو. إذن رح نروح لحتى تشوف الانترفيوز اللي أجريت بعد المباراة الخامسة. كابتن مصطفى سنايبر أول شيء مبروك، تاني شيء بعد سريع الشيء قدرتوا تفوزوا باللقب شو شعوره؟ صح أول شيء بقول يعطيه العافية لإلك ويعطيهم العافية لفريق الصداقة فريق كبير هارد لك لإلهم بقول مبروك لبنك بيروت نهاية كتير تعبنا الحمد لله يعني التعب نتيجته الربح الحمد لله ربحنا. ما تنسى نحن عندنا مدرب إنه كان برا ثابت صار سوء تفاهم وبقول يعني ما بعرف شو بدي أقول لك نحن بلا مدرب لعبنا بس اللعيبة كلهم عطوا اللي عليهم وزيادة وأنا مثل ما بتعرف أنا ماتش الماضي ما كنت مستواي كان في مشكلة صغيرة والحمد لله انحلت بالربح وأنت بتعرف يعني أنت اللي لبقتني سنايبر ومش كنت بدي أقول لك أنت لبقتني سنايبر ومثل ما وعدتك بالهداف جبت لك الهداف. جيلبير مبروك بالحلقة السابقة كنت معنا بالستوديو كنت عم تتوقع الفوز مثل ما وعدت الجماهير فزتوا شو بتقول لجمهور الفوتسال؟ أنا توقعت الفوز لأنه عندي ثقة بلاعيبتي الحمد لله قتلوا لآخر ثانية من أول دقيقة عم بيلعبوا سيستم كتير مزبوط كانوا صبورين عم يبرموا الطابة مزبوط ناطرين الهدف الحمد لله كنا 1-0 داون جانا عدلنا وجتنا كتير فرص. بدي أتشكر كل فريق كل عضو بالنادي وإدارة ومشجعين لبول بنك بيروت فعلا بيرفعوا الراس نحن أكيد رح نشرف لبنان بتمثيلنا بآسيا. جيلبير اليوم كنت الكوتش انت عم تتواصل مع كوتش جان من بعيد لبعيد شو بتخبرنا عن هالاكسبيرينس؟ والله اكسبيرينس كان صعب كتير يعني صار لنا يومين عم ننسي انا والكوتش نحضر للسيناريو شو معقول يكون الحمد لله توفقنا وباكيد مجهود الشباب وتعاملنا كلنا لو ما كنا ايد واحده اكيد ما كنا ربحنا نحن هاي اول سنه بنشارك فينا مثل ابطال شي بيرفع الراس. ساكو اول شيء هارد لك ثاني شيء البنك خطف منكم اللقب ما قدرتوا تحافظوا عليه شو تعليقك على الفينال الصعب كان عليكم؟ اول شيء ببارك لهم للفريق البنك بالحقيقه يعني السيري المتوشه كان كتير 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 تاف جيمز كان عم بيكون كان كتير قريب النتائج واليوم شفت انه كان كتير كلوز جيم نحن قدرنا قد ما فينا نجرب نحافظ على الطابة نكون هيك نعمل روتيشن كتير لنخطف هدف وهدف اللقب بس بالنهاية الفوتسال يعني مين ما بيسجل بيقولوا بيتلقى هدف وبيخسر الجيم هلا اليوم الحمد لله ما يعني ما تلقينا أهداف كتيرة بس بالنهاية ضربات الحظ هي اللي قررت اللقب ومبروك لألهم. كوتش حسين أول شيء هارد لك تاني شيء بنك بيروت أو صداقة هذا السؤال كل جماهير الفوتسال كانت عم تطرح ومين رح يكون فايز باللقب حامل اللقب خسر شو سبب الخسارة؟ حامل اللقب خسر لأنه ما ربح يعني في محلات كتير كان مفروض نحن ننهي السري في محلات كتير كان مفروض نخفف أخطاء كل شيء له أسبابه
ما بلوم حدا من اللاعبين اكيد يعني بالعكس عطوا الماكسيموم عطوا اكثر من اللي عندهم خاصه مباراه اليوم. المستوى حلو المستوى عم برجع بقول لك يعني كل العالم انبسطت فيه كل العالم كانت عم تشهد عرس مش طبيعي بموريد الفاينل 8 فاينل 4 والفاينلز الا نحن صراحه لانه نحن كمسؤولين وكلاعبين وكانديه لانه عن جد عانينا اذا بدك بالضغط المباريات والتوقيفات والاصابات. الحمد لله خلصت هيك انا بالنهايه راضي على الموسم يعني ما في يقول انه الا هارد لك عن جد لانه ما فينا نقول اكثر من هيك. حتى بالماتش كان نحن ما مفترض نوصل قبل البينالتيز للاكسترا تايم. كوتش شو سبب الخسارات الثلاثه المتتاليه على ارضكم؟ السبب ما في سبب ما في سبب ابدا بالعكس يعني ما هو ما كثير بتفرق نحن هذا اللي معودين عليه الملعب وحتى لو هن عندهم سبع خمس لاعبين يمكن كانوا معنا معودين على الملعب ما كثير هي اللي بتفرق هي اكثر نفسيه صارت خسرنا اول ماتش باخطاء كلياتنا بنعرف شو هي بدون ما نرجع لها صار ظهرنا للحيط طلعنا لفوق قتلنا جبنا الماتش صار هن كمان بدهم يعملوا شيء احسن عملوه هون نحن بالعكس عملنا فوق يعني اذا بدك سري كانت كثير متقاربه بينت انه احسن فريقين لعبوا على الفينال احسن فريقين قادرين يوصلوا لابعد من هيك بكثير وان شاء الله خير. اكيد اول شيء في حزن انه خسرانين الدوري خاصه انه رجعنا مرتين اول ماتش ربحنا رجعنا ربحنا الثاني وربحوا الثالث رجعنا الرابع اكيد اخر واحد بنزعل عليه بس بنقول انه بعد في الكاس وان شاء الله لازم نعوض بالكاس. كيف بدي اقول لك الماتش كان رايح هيك تضيع فرص كثير بالاخر بدنا ناكل جول يعني ضيعت انا فرصه الحمصه اللعيبه كلها ضيعت يعني مش انه كانت علي القصه راح الاتجاه الماتش انه نتعادل ونوصل على بنالتي. شربل كنت عم تحضر المباراه وتعلق عليها من فوق يا ريت تعطينا هيك سيناريو تبع المباراه ورايك فيه. يعني ما في يقول لي الا انه اليوم كان عرس بالنسبه للفوتسال اللبناني يعني انت من اللي متابعين البطوله من اول مرحله مع ايضا برنامجك المشكور بالمجهود يلي عم تعمله كرمال الفوتسال توج هالعرس بخمس مباريات وللحظات الاخيره للثواني الاخيره ركلات ترجيح هي اللي حسمت لقب هيدا ويختصر المستوى العالي والمرتفع يلي عم يكون موجود بالفوتسال اللبناني ايضا اللي زين كل هالشيء هو المشهد الجماهير الرائع يلي شهدته قاعه الصدى اليوم المدرجات كانت ممتلئه ما بفتكر راح يكون عندنا لوحه كان اجمل من هيك ان كان على الصعيد الفني او كان على الصعيد الجماهيري بفتكر لعبة فوتسال قلت كلمتها بين الألعاب الجماعية بلبنان وأثبتت حضورها كأحد أبرز الألعاب الشعبية الموجودة. كنت متوقع البنك يفوز؟ يعني بالصراحة كنت دايما عندي شك انه هالأمر يحصل خصوصا انه فريق بنك بيروت فريق جديد ما كان عنده الكيمستري اللازمة وخصوصا مع لاعبين ما كانوا مع بعضهم حتى بالفرق يعني شفنا كل لاعب جاي من فريق لكن فريق الصداقة يلي عنده لاعبي المنتخب متأقلمين مع بعضهم ومعهم تين أجانب أيضا كان ممكن يعملوا نتيجة أفضل على كل حال بنك بيروت استحق اللقب مجهود كتير كبير قاموا فيه وبتمنى انه هيدا يشجع الفرق الباقيه اللي بتشارك ايضا بدوره المصارف انه ينتسبوا للدوري اللبناني ونشوف فوتسال دائما على مستوى عالي وخصوصا هالسنه بعد اربع فرق وصلوا للفاينل فور وكانوا بنفس المستوى كان من الصعب التكهن بهويه الفائز. سؤال اخير برايك بنك اوف بيروت فاز باللقب ولا صداقه هو يلي خسره؟ لا ليك تفاصيل صغيره كانت بتفصل الصداقه عن الفوز باللقب اليوم لا شك انه في تاثر الصداقه بمكان ما باصابه كريم ابو زيد بغياب حسن زيتون بداع الايقاف اثروا عليه ببعض المباريات خسر ثلاث مرات على ارضه هذا الامر كان من الصعب على الصداقه يصير يمكن ما شدناه الا من موسمين عندما اول سبورتس كمان احرز اللقب على ملعب الصداقه بالتحديد سنه 2012 بفتكر ان بونك بيروت استحق الفوز باللقب لانه عن جد عمل مجهود عرف يلعب على اخطاء الصداقه هذا الامر المهم ولو انه الصداقه انا برايي الشخصي بيبقى الفريق الاعلى مستوى على صعيد لعب الفوتسال بلبنان على صعيد تقديم صوره الفوتسال الحقيقي. شكرا زميلي شارل كريم. خليني رحب بحارس مرمى منتخب لبنان وبنك اوف بيروت حسين همداني قشطة اهلا وسهلا فيك قشطة اهلا وسهلا فيك اطلالتك الاولى معنا بالبرنامج يعني مع انه كل حلقه تقريبا بيكون اسمك موجود بالحلقه يعطيك العافيه مبروك ويمكن كنت نجم المباراه مثل ما وصفك البعض قبل ما نعلق سوا ومع كابتن حسن عن الانترفيوز يلي صاروا من لعيبه البنك ولعيبه الصداقه وايضا زميل شارل الكريم خليني اخذ رايك بالمباراه الاخيره وشعورك بعد هذا الفوز. اكيد مباراه كانت كثير قويه بيننا وبين الصداقه انت شفت انتهت
يعني بالدقائق الأخيرة وصلنا لضربة الجزاء، هذا بيقول إنه المستوى متقارب جدا بيننا وبينهم حتى بالفرق اللي وصلوا للفاينل فور. بالنسبة للفوز أكيد بونك بيروت أول سنة له بالبطولة، أكيد مش الكل توقع إنه نحن نكون بطل دوري بظل إنه الصداقة كان هم المرشحين الأفضل لنال البطولة. الحمد لله بجهود الإدارة وبجهود اللاعبين كلهم تمكننا إنه نحرز لقب الدوري، وكمان يعني من أصغر واحد بالنادي لأكبر واحد كانوا كتير عم بكبوا عرق لهيك الفريق لحتى يوصل لهون، وبالنهاية الحمد لله الله وفقنا واستحقينا اللقب. نعم، رح نحكي عن تألقك بهيدي المباراة وخصوصا مع ركلات ترجيح، يعني أنقذت فريقك ويمكن أهديته الفوز بعد كل هذا المجهود من مدربين وإدارية ولاعبين. يمكن لو ما شلت هول، لو ما تصديت لهول الكرات يمكن كان كل شيء راح وفرقت على يمكن هدف أو هدفين. يعني شعورك بعد ما أنت قدرت تهدي الفوز لفريقك؟ لا، من دون شك هذا شعور أنه لا يوصف، كوني أنا أنه صنفوني أنا من أوف ذا ماتش يعني بهيك المباراة. ضربات جزاء مثل ما بتعرف يعني كل بيقولوا عنه أنه ضربات حظ وتوفيقة، بس أنا كنت بعرف يعني كوني حارس منتخب لبنان وفي لعيبة من الصداقة كونهم انه متمرنين معنا وبيشوفوا ضربات جزاء، وهيك اكيد حارس المرمى بده يكون ذكي لحتى يعرف انه مرقين معه قبل مين معه بالمنتخب. بتعرف انت الصداقه في 5-6 لعيبه بالمنتخب وشايطين وهذا، والحمد لله يعني قدرت صد لعلي الحمصي ولربيع ابو شعيا وكريم كان قب بالعارضه، الحمد لله توفيق من عند الله وصحقنا يعني البطولة. طيب خلينا لكينا لأنه عم نحكي عن ركلات الترجيح، وقبل ما أسمع تعليق كابتن حسن بنشوف إذن البانلتي شوت أوت يلي حسمت المباراة النهائية يلي انتهت كمان بنتيجة 3-1 لفريق بنك أوف بيروت مع تصدي أشطة. رح نحكي عن كل شوطة أشطة هلأ ونعلق عليها سوا. إذن البانلتي شوت أوت هون مع القرعة، هون كابتن ربيع وشعيا كابتن الصداقة هو يلي نقى أنه يبلشوا هن بالشوزين. هون تسديدة صاروخية من بوريس، يمكن ما بتعرفوا لبوريس بوريس أريد بشوطة حلوة يعني. نعم، هون دودو أضاع الفرصة أنه هاي بهدف جوا هون هيدي بعتقادي أنه شافوها بعتقادي على الفيديو. على كل حال هون تصدي حمصة، يعني حمصة أنا بعرفه كتير منيح من المنتخب حافظه يعني. حافظه سيسي ما عنده كان أي مشكلة إنه يسجل، هون كوتش ديجان على أعصابه مثل إداري البنك. هون الكابتن ربيع أبو شعيا اللي تألق بالمباراة كمان تصديت له، حافظه من قبل يمكن ربيع إنه لاعب من قبل وكمان كان مع المنتخب يعني. نعم، أحمد خير الدين صغير البنك كمان عم بيكون متألق بالمباراة وبالشوتات ويسجل. كريم أبو زيد هون يمكن لاعبي البنك اعتقدوا إنه نعم كريم عم تصطدم هون الكرة النهائية. كابتن حسن حمود عم تنهي السري يعني تسجيلك للهدف، انت وعم تقرب لتشوت كنت حاسس انه الهدف رح يدخل ورح تنهي الفينال؟ صراحة انا لما جيت لشوت طابة كنت مركز كتير، يعني هالطابة تفصلنا عن كتير قصص ونخلص من كتير قصص من كب التعب اللي تعبناه 8 أشهر اللي أنا كنت دايماً أقوله في عنا 40 دقيقة نخلص من هالتعب اللي قطعناه. نعم، فحمد لله الله وفقني وأنا كنت مركز فيها للشوطة، يعني كان أشطى شيء الهم كبير كمان يعني معلم أنا قلت له روح شوطة شوطة هيك. مين نقى اللي لازم يجي؟ كوتش ديشان. لا أكيد كوتش ديشان كان منقى، بس كان أنا مفروض شوط خامس شوطة، هو كان مفروض شوط خامس شوطة أنا ما خليته. مين كان رح يشوط نانو مزبوط. وأنت كان لك تدخل؟ أنا دخلت كله كان عندك ساعة أكثر يمكن لأنه ما شارك أبدا بالمباراة، بتعرف يمكن ما شارك ولا ثاني لعيب
ما مشارك شيء. هل أنا مش عم ممكن يحطه وهو لعيب كتير منيح، بس بالنهاية حسن فايق بجو الماتش وحسن لعيب إنه خبرة وعنده أجر كتير منيحة على الجول، فأنا قلت له إنه أنت مش منك بعد مشارك، فبفضل حسن يشوط. وحمد لله حسن كان قد المسؤولية وسجل يعني كمان كان لك دور حتى بالتسديدات. يعطيك العافية. كمان يعني هون مباراة فريقين تقريبا مستوى بعضهم، ركلات الترجيح هي اللي لعبت دورة. كمان كان إجا رد أو يمكن أراء سمعناها سوا قبل شوي، كان من كوتش حسين ديب ولا من زميل شباب الكريم، يمكن عندكم تعليق على هذا الموضوع. الزميل شباب الكريم بيعتقد أنه ما كان متوقع فوز البنك، ولهلأ يعني حتى بعضه بيعتبر أنه الصداقة يمكن هو الفريق الأفضل يلي ممكن أنه يمثل لبنان خارج البلد. تعليقك كابتن حسن. أنا شرب الكريم بحترمه كتير، بحترم رأيه، فهمان بالفوتسال، عنده الخبرة بالفوتسال. مظبوط نحن ما لعبين مع بعض كلعيبة، نحن كل لعيب من نادي ما لعبين مع بعض، بس أنا أول حلقة قلت لك نحن ما كنا بالبطولة وكنا نتمرن مع بعض على طول بالبنك، عنا حصص تدريبية مع بعض دايما قبل ما يكون نحن مشتركين بالبطولة مع كوتش إلي أبو نصيف، كنا دايما عنا حصص تدريبية، كنا جامعين بعض طول الوقت مع بعض يعني. طيب بالنسبة لتمثيل لبنان بالخارج بآسيا، يعني حتى مش بس زميل شركين، بعض المدربين بيعتبروا أنه فريق الصداقة كان هو الفريق الأمثل لحتى يمثل لبنان خارج البلاد، على هذه النقطة شو تعليقك؟ برجع أنا للحكي اللي حكيته، هني معتبرين أنه نحن ما في كيمستري بين بعض، بس نحن من زمان مع بعض وربحانين بطولات. على كل حال تطور من بداية البطولة لحديت هلأ، يمكن غير فريق، هالانضباط هالتنظيم هالقوة هالثقة هالروح كله سوا. ببلش دور الإدارة، منبلش من الإدارة بالهرم، بيرجع لكوتش ديجان، توصل لآخر شيء، بتزرع بتوصل بدك تحصد. نعم، خليني استفيد من وجود أشطة معنا الليلة في الاستوديو ونحكي عن قسم حراسة المرمى. بداية يعني أشطة شفناك تألقت طيلة الموسم، يمكن بعض المباريات إن كان مع منتخب لبنان ومع فريق بنك أوف بيروت في مشكلة انتبهنا لها، هي الكرات العالية يلي دايما عم تعمل مشكلة لفريق البنك وللمنتخب بحال لعبت كرات عالية، عم تلاقي مشكلة تتعاطى مع هيدي الكرات، شو سر هيدي المشكلة برأيك؟ والله أنا ما بعرف هيك مشكلة عندي، هيك بالنهاية توفيق، بتعرف أنت حارس مش دايما بيكون أحسن حراس العالم. بس شفنا نفس السيناريو بكذا مباراة يعني مع المنتخب ومع البنك. آخر طابق ضد منتخب الكويت ما بعرف أنا طلعت أنا ولعيب ما بعرف، حسيت إنه هي فاول ما احتسبها وسجلوا منها هدف، مش بالضرورة يكون ضعف، هيك ما بعرف إنه ضعف، بس مثل ما قلت لك كان عدم توفيق او بتصير معك. نعم شفناها كمان تقريبا هي ذاتها مع يعني بالفينال او يمكن مع الجيش كمان اذا ماني غلطان، كمان كره خرجت عليها ونلت الانذار كمان فاول برات منطقه الجزاء. مزبوط النهايه هاجي من يعني هاجي كانت اخر لعيب وانا طلعت انا وياه فاول بستحق انه كنت انا بطاقه صفراء، بس مش ما بعتقد انه هيدي مشكله، واذا كانت هيدا اكيد في لها متطور وهيدا بشتغل عليها منها مشكله. نعم أشطة خلينا نحكي عن حراس المرمى، شفنا انه انت تألقت مع البنك وقدتوا كرمال تفوزوا باللقب، بالمقابل شفنا سركيس اسكاجيان اللي بنوجه له تحيه حارس مرمى الصداقه ما كان موفق حتى يعني بالفاينل فور وايضا ليك بعدنا عم اقول لك هي البطوله كلها يعني ساكو كمان ما فيك تقول انه منه هو منه حارس منيح لانه بالنهايه احنا قلنا ما توفق في نعم. في متوشي شال الصداقه ضد الجيش في متوشي بعدنا عم اقول لك قصه توفيق،
يمكن حارسك وفق كل الموسم يمكن ماتش واحد يبيع. انت بتعرف لعبك حراسة المرمى حارس المرمى منا مثل لعبك حيلا حدا. حارس المرمى بيغلق بطابة واحدة ممكن يخسر فريقه بطولة, بينما المهاجم بضيع 20 فرصة و100 جول بيجيب جول واحد بيربح فريقه بطولة. صحيح, لانه هيك مركز واحد حراسة المرمى كتير صعبة كتير صعبة. ومثل ما قلت لك ممكن ما كان موفق بهيدا أول السريع كلهم, وشيء مثل ما كمان شارك طبوش ووجه لهم أنا تحية هن زملائي بالمنتخب كمان ومرانين معهم. بعتقد حراس كتير جيدين وكتير مناح, وبعتقد بوجه تحية كتير كبيرة لحارس مرمى واعد كتير هو غدي, وبتمنى له السلامة والرجوع القريب قصر إيده. هو بعتقد غبي من أبرز الحراس حيكونوا على الصعيد اللبناني. أنا بعتقد عنده مستقبل كتير كبير. نعم, يعني هون الكلام والحديث عن حراسة المرمى مثل ما قلت أنه الغلطة يمكن بألف بطولة. صحيح, مزبوط. وحتى عكسها يعني التألق ما كمان بطولة. يعني شفنا انه مع البنك بالركلات الترجيح قدرتوا انه تفوزوا من وراء هالتصديات. طيب مشاهدينا, نحن رح نتوقف مع بريك. بعد البريك بيطلع معنا كابتن محمد الشامي الضيف الاعتيادي والاسبوعي بباور بلاي لحتى نحكي عن التحكيم بالمباراة الاخيرة وبالفاينلز اكيد, وايضا نفتح موضوع توقيف كوتش ديجان زيدوفيتش اللي هو المدير الفني لفريق بنك اوف بيروت, توقيف لمدة سنة. بنشوف تقرير الاتحاد من علي عليها سوا مع ضيوفي, وأيضا منتابع بالحديث عن فوز بنك أوف بيروت. إذن دعاية قليلة ونرجع معكم تنتابع حلقتنا.